ولنقاش هذا البيان ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا بشأن المقابر الجماعية في الفلوجة واكتشاف مقبرة ثانية، كيف تفسرون تعدد هذه المقابر واكتشافها مؤخرا؟ يعني تعدد المقابر ليس بالأمر المستغرب، ولا سيما أن تلك الحرب التي قامت بها الأجهزة الأمنية ومن معها من الميليشيات الحكومية في ذلك الوقت قد رافقتها كثير من الانتهاكات والعديد من مئات الأشخاص الذين تم تغييبهم في ذلك الوقت، وفي حينها قد وثقنا ذلك التغييب واختفائهم وحملنا المسؤولية في حينها هذه الأجهزة الأمنية والميليشيات التي معها، وقد كان في ذلك الوقت العديد من شهود العيان الذين أكدوا أن هذه الميليشيات ومن معها هي التي قامت باحتجاز هؤلاء المدنيين. ومنذ ذلك الوقت إلى الآن لم يتم الكشف عن مصير هؤلاء المغيبين إلى أن تم اكتشاف هذه المقابر، فهذه المقابر هي تفسير لمكان غياب هؤلاء الأشخاص المدنيين الذين تم احتجازهم للأسف طيلة السنوات الماضية، أو عفوا تم احتجازهم قبل هذه المدة، وتبين الآن مصيرهم أنهم قتلوا بدم بارد كما يقال. نعم دكتور، هذه المقابر تم اكتشافها في مناطق لم تشهد أعمال عسكرية، على ماذا يؤشر هذا الأمر؟ هي كانت بمقربة من مكان العمليات العسكرية وفي أماكن سيطرة هذه القوات الحكومية والميليشياوية في ذلك الوقت، وهذا يفسر أن هذه الأجهزة هي التي قامت باحتجاز هؤلاء المدنيين وأرجعتهم إلى هذه المعسكرات التي كانت تحت سيطرتهم، ثم قامت بتصفيتهم وقتلهم، كما هو واضح أيضا من خلال الصور والوثائق أن هؤلاء المدنيين قد قتلوا وهم موثوقي الأيدي ومعصوبي الأعين، والبعض كما قال أيضا وذكر بعض الناجين أنهم قد قتل البعض منهم ويعني دفن وهو حي. من يتحمل هذه المسؤولية خاصة وأنه شاهدنا هذا القتل العمد وفي انتهاك إنساني واضح من خلال الصور التي كنا نشاهدها، ومن بين هذه الجثث جثث لأطفال أيضا دكتور؟ نعم، هي أولا ليست جريمة جنائية عادية وإنما هي جريمة ضد الإنسانية، جرائم الحرب هذه وانتهاكات حقوق الإنسان هذه تكون المفروض على أنها مسؤولية، أولا مسؤولية دولية، يعني المجتمع الدولي اليوم كله يجب أنه ينتفض لمحاسبة الجنات، هذا من جهة. من جهة ثانية المسؤولية دائما في مثل هذه الجرائم لا تقتصر على المنفذ الذي ارتكب هذه الجريمة، بل كل المنظومة التي هي مسؤولة عن هذا الأمر، يعني نقصد بها الأجهزة الأمنية والأجهزة الميليشياوية والقيادة السياسية ومن تستر على هذه الجريمة، بل ويحاول أيضا الاستمرار بالتستر عليها كما رأينا هذه الأيام ربما من بعض السياسيين الذين يتشبثون بمناصبهم ومراكزهم السياسية في محاولة منهم للإبقاء على هذه المناصب، فيحاولون تبرير مثل هذه الجرائم أو محاولة تبرئة بعض الجهات من القيام بها. وكان هنالك أيضا بعض المواقف دكتور من مسؤولين في الحكومة الحالية وينحدرون من هذه المدينة من الفلوجة، كانوا قد منعوا الأهالي من التعرف على جثث ذويهم ومحاولة تغطية ملامح هذه الجريمة وإبعادهم عن هذه المقابر، كيف تفسرون هذا الموقف؟ هي كما هو حال هؤلاء اغلب هؤلاء السياسيين طيله السنوات الماضيه، حيث نجدهم انهم قد انحازوا للمنصب وللعمليه السياسيه على حساب اهلهم وبلدهم، في الوقت الذي ينتظر ربما بعض الناس ان يكونون هؤلاء ممثلين لهم، معبرين عن همومهم، مدافعين عن حقوقهم الى غير ذلك من امور، لكننا للاسف راينا طيله السنوات هذه العملية السياسية والتي عقبت الاحتلال، رأينا أن كل من انغمس بهذه العملية السياسية رأيناه يفضل منصبه منصبه
وما يكسبه من ورائها من بعض العقود والأموال وغير ذلك على حساب حقوق الناس. الأمر في محاولة منهم للدفاع عن شركائهم في هذه العملية السياسية، ظنا منهم أن مثل هذا الدفاع يرضي هؤلاء عنهم ويحافظ لهم على هذه المناصب والمواقع. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.